بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. هذا الفيديو غادي يكون أهم فيديو في حياتي، وقبل هذا الشيء عيد مبارك سعيد لكل الأمة الإسلامية وخصوصا إخواننا الفلسطينيين المرابطين والمجاهدين في الأراضي المقدسة. هذا الفيديو غادي يكون أهم، ولا نقدر نقول الأهم في حياتي. هذا النهار أنا كمان محمد بن مولاي الهادي بن مولاي التهامي الابن ديال نعيمة بنت محمد اليزغي، كانت نازل على البيعة ديالي، كان نزع البيعة ديالي على الملك محمد السادس، لأن هادشي ما جاش غير شقلي، لأن بقيت كنفكر ميمكنش يدي تبايع ملك تحت من اليد ديالو البيعة ديال الصهاينة المجرمين الإرهابيين اللي كينتهكوا خوتنا الفلسطينيين. ما يمكنش تجمع البيعة ديالي مع بيعة المجرمين. هذه أنا هكا عندي الأفكار ديالي، لأن إنسان ملك كيقبل دابا أنا ما فهمتش، حيت كنقولوا واحد مسلم إرهابي كنقولوا ما تقولش مسلم إرهابي، الإرهاب لا دين له، حتى الإرهابيين ديال الصهاينة اللي محتلين فلسطين لا دين لهم ولا قومية لهم، ماشي مغاربة، هذوك مجرمين بلاصتو في الحباسات في العقاب. فهمنا على هذه النقطة. هادشي علاش أنا ميمكنليش، هذاك رئيس مجلس الأمن القومي اللي كان جا عندك كيقول لك الله ينشر جينا الله يطول في عمر شيدي، وانت كتقول مرحبا بك مرحبا بكم في داركم، ماشي المغرب ماشي دارهم، سالينا رجع مجرم. هذا هو دابا كاين اللي كان كيقول لك الله ينشرك، هو كينشر خوتنا الفلسطينيين في الاراضي المحتله، هو كينشرهم. شكون اللي يهضر معاه؟ يقول له عيط له في التليفون قول له ياك انت مبايعني وكتقول انا سيدك ما ديرش ديك الشيء، وشوف واش يسمع لك. حيت كتكون انت واحد واخد عليك البيعه كيكون كيطيعك، ولكن هذا غادي يقول له وهذوك المليون ديال المغاربه واللي ده وهذوك الناس ديك اللي في العسكر ديال العدو الكيان الصهيوني اللي دخلوا كيدنسوا المسجد الاقصى ويحرقوا في المسجد الاقصى، ما تقولوش انتم هذو اللي دخل تما ماشي مغربي وعمره ما يجي، ولا كيجي كيجيب لنا قلب السكر وخنشه كيهرق الماء ديال الوجه ديال خوتنا المغاربه، اللي السبب ديالو هو سوء ديال التسير ديال البلاد اللي خلات بنادم في الفقر المدقع والتقصح وما عندوش حتى ما ياكل ويشرب، حتى بدا كيقبل الذل من عند صهيوني. لكن الغلطه ماشي ديالهم، في الاسلوب ديال التسير، ما كتشوفش انت هذاك اللي وكيصوروه بالكاميرات وعشرات الكاميرات باش كيصوروا قفه مجرمين. واحد الكلمه اخرى ما كنحملهاش، انا كاصفريوي كنعبر على راسي، ما تبقاش تقولوا صفروا جيروزالم المغرب، لا صفروا هي صفروا، وصفروا ما بقاش فيها اليهود. انا كبرت في صفروا من نهار تزاديت وانا في صفروا، ما فيها حتى يهودي، كاينش، كانوا اليهود خلاو الملاح وسمحوا في الزمر كامل وخلاونا كناكلوا الشحط ومشاو يقتلوا خوتنا الفلسطينيين. هذوك ماشي مغاربه، انا عندي المغربي هو اللي حر اللي يدافع على بلاده. واحد النقطة على هاد القضية الدفاع، حيت كنت في الجيش المغربي كان عندي واحد القاسم اديتو باش الملك ديالي كان ملك، الملك نحمي ملكي وديك الشيء ندافع على الملك ديالي، راه ما كاين دابا لا دفاع لا والو، انا كنتبرأ من ديك القاسم قدام الله سبحانه وتعالى، فهمتيها؟ لأن صافي ما صار ما غادي ندافع عليك ما والو، سير نهار انا كنطلب من الله يبدلك مالك الملك الذي يؤتي ملكه من يشاء ان يبدلنا حاكما غيرك، وحتى النظام الملكي ما بقيناش حاملين حنا، ماشي غنم تورطونا شي حواله، انا يورطني ولدك وولد ولدك مازال ما عرفتوش غادي يورث ولدي، حنا حواله نعال. صافي تسالا تسالا النظام ديال العبودية دزناه، تجاوزوا التاريخ، حتى الملكية تجاوزها التاريخ، شي كي مالنا حنا بهايم شي ورد شي، راه حنا بنادم
سالينا وحتى هادشي حنا قلنا غادي يكون شي حاجه وكنتمنى والله كنتشبتوا كما كيقولوا الغريق كيتشبت القشه راه غادي يجي وغادي 20 عام حنا كنشوفوا بدلنا كاع الاحزاب كاع الاشكال الفكريه والتيارات الفكريه في الحزبيه جربنا اليساريين اليمينيين الاسلاميين السماويين الارضيين الجنود المغرب ديما راه العلور مناش هادشي يعني شحال كاينه هاد الناس كاملين خايبين هاد الاحزاب اللي جات حتى واحد ما فيه الخير مالك بوحدو اللي مزيان هو اللي ما جربناش نبدلو غادي نبدلو له شويه المالك سير محمد السادس عندك فلوس سير خذ واحد الجزيره وتبرع مع راساتك وخلي البلاد صافي قول انا ما نجحتش عادي ما تنجحش فيها شي عيب ما ينجحش بنادم حنا كنكونو خدامين وما كتصدقناش الخدمه كنقولو صافي ما كنبقاش متشددين لا انا خدمتي واعره شنو خدم باش ندير والو التنميه البشريه المغرب الله الصحه الله التعليم الله دابا الناس ديال التعليم اللي قراو في السبعينات احسن اللي قريب الالفينات رغم التكنولوجيا اللي عندنا والموارد اللي تطورت بها العلم وعطاتها لنا مازالين راجعين له ما كنزيدوش للقدام فين المغرب زيد القدام فين وحتى التربيه المغاربه ديال جدودنا دابا ما بقيناش كنلقاوها حتى التربيه رجعنا فيها للوطن الله ياخذ الحق لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وديك البيان اللي قال لك نعبروا بقلق يا قلقين غادي نمشيو للطواليط ما بقاش ناس تنكيرو ونودين غير الدووي غير الهضره ما بقيناش رجعنا ما بقيناش تحقنا حتى في الهضره كنا كنخرجوا من يود المسيرات دابا ممنوع تخرج المسيرات وديك النوبه وحيد القرقارات وديك التخربيقه والقرقارات والتطبال والتغيات فين الطبال والغيات ما هما كيهضروش على فلسطين لان صافي ما قالوا وكنشوف شي وحدين الكلمه اللي قال الملك كيقولوا قدها ما يفوتوهاش حدك هنا كدير لهم المسطره بزاف على هذا العبوديه بنادم خصو يكون شويه مرتاح ويطلق الافكار ديالو ويعبر على الراي ديالو لان اختلاف الراي كتنتج شي حاجه حنايا رجعنا بنادم مصندل كتهضر مع بنادم كيقول لك هكاك هي لا هكاك واش انت تعرف كثر ما بقاش بنادم كاع هنايا بحال عندنا شي طنجره عطاك هذه عطانا الله البطيخه غير باش نتبعو بنادم احنا ماشي حوالها راه عطانا هنايا واحد الحاجه هنا الله باش نحركوها شي شويه ونحللو ونشوفو واش صالحنا ولا ما صالحناش ماشي هابطين في الحدود في الحافه وتابعين الحافه والله ياخذ الحق الله ياخذ الحق بارك عليا تعالي انا عيد عيد الله ياخذ الحق انا لله وانا اليه راجعون الله ينصر خوتنا الفلسطينيين ومحمد السادس انا كمحمد كما محمد كنزع البيعه ديالي وما وكنتنصل وغادي نستغفر الله على القسم اللي كنت اديت باش انصر مالكي دابا الا جاتك شي حاجه راه ما غاش ننصرك كون هاني وهذا ولكن راه مازال المغرب ندافع عليه بالدم ديالي الدم ديالي بولادي ندافع على المغرب نهار تجي شي دوله تكرس على المغرب انا الاولين كنت تما بلادي هذيك ما خلي حتى واحد يقيسها بالدم ديالي بعينيا برزقي يقرب لي شي واحد للمغرب المغرب هو المغرب لان هذاك ورثنا على جدادنا جدودنا قدامي خلاونا المغرب هكاك خصنا نحافظوا عليه ونموتوا عليه ويسهل المغرب ثروات الطبيعه داكشي اللي بغيتي كيف المغرب اجمل بلد في العالم كلشي فيه الخير فيه الثقافه ارم ما عندك ولكن الله ياخذ الحق اللي رجعوا كيصلحوا الاساتذه واحد ما قاريش كيتكرش على استاذ كيهينوا الاساتذه وكيهينوا الاطباء وكيهينوا الناس اللي واخدين الدكتورات والاجازات ديالهم العلم رجع عندنا جريمه تكون قريتي ها البرلمان كتشوف البرلمان بلا ما كيعرفش يهضر وفي البرلمان داير فلوس وما نعرف من الحشيش من الزابونيه والبيع والشراء والتخرويض والتصمصير قوه التصمصير المغرب فيه التصمصير اكثر من الانجازات كلشي كيسمصر مابقاش بنادم كينتج الله ياخذ الحق هذيك البلاد راه غادي تخرجوا عليها راكم خرجتيو عليها ماشي خرجتيو عليها عتقوا ما كاين لا لقيتو ما تعتق
صافي بارك عليا والصلاة والسلام. وسمحوا لي انا اللي في قلبي كنقولو وما كنخبعش، وما يجيش يقول لي شي واحد راك خائن، راه حيت كيخون شي واحد خصك تجي تقولو مع من خنتي، يعني بحيث كنقول لك مرتك راه كتخونك راه غادي يكون صاحبه عندها صاحبها، نقول لك هذا معامن، ما غاديش يقول لك مرتك كتخونك ونسكت حيت تقول لي راه خائن. قول لي معامن كنخون المغرب، شكون هاد الدوله اللي كنعطيها انا كنبيع على بلادي؟ ماشي انا اللي بعت بلادي لفرنسا ودابا كتبيعوها الصهاينه المجرمين. انا بلادي نموت عليها وجدودي ماتوا على البلاد، تحاربوا على البلاد وفي الاخر تهمشوا، والخوانة راه شدوا البلايص في البلاد. هذا هو التاريخ ديال المغرب، واللي كيقول لا نعطيه 1000 مثال غير نصفرو غير من المنطقه ديالنا صفرو فاس نعطيه السميات. الله ياخذ فيكم الحق، واخر دعوانا الحمد لله.